شاء الله تبارك الله. الآن أنا مقبل على ذيتية خط الزراعي طبعاً، مساحات يا الله تشيل المطر، مطر قوي علينا الآن الساعة 8:30 ما شاء الله لا إله إلا الله. اللهم اطرح البركة يا رب، اللهم اطرح البركة لا إله إلا الله. فطنا بفضل الله ورحمته، اللهم لك الحمد ولك الشكر. حدثكم خالد بن عبد الرحمن السودان، خالد بن سعود الحبيب. الله حياك الله يا ابو اليوم الاحد، اليوم الاحد ايه الاحد ليلة الاثنين ايه، هذه ثيتة دخلناها وهذه الامطار عليها ما شاء الله ما شاء الله. هذه الهيفية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا 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 الوبل، شوفوا.